معانا في المشروع. بالنسبة لحركة الشباب العربي المناخ بشكل سريع، هي حركة شبابية الأولى من نوعها، مسجلة بشكل رسمي كمنظمة غير ربحية في دولة قطر كأول منظمة غير ربحية. ابتدت معانا من 2018 كتسجيل رسمي مع قطر للمال، وحاليا مع بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والشركاء من المنظمات الأخرى الدولية والمحلية. قمنا حاليا بأول مشروع على مستوى الخليج في قياس البصمة الكربونية المنزلية. راح أبدأ معاكم الحين بالنسبة للورشة اليوم. راح نبدأ في مقدمة عن غاز ثاني أكسيد الكربون من مسمى المشروع، اللي هو كمية ثاني أكسيد الكربون أو استهلاكه، آثار غاز ثاني أكسيد الكربون على البيئة. راح نتكلم عن كيف نقدر نخفف آثار غاز ثاني أكسيد الكربون، وما هي البصمة الكربونية، ومن ثم ننتقل مباشرة للاستبيان البصمة الكربونية. ففي البداية احنا كلنا عارف ان بالنسبة لثاني أكسيد الكربون هو ريدي غاز متاح في طبقة الهواء، واحنا ككائنات حية نستخدمه في عملية التنفس من خلال اللي هو تنفس الأكسجين، واللي هو إنتاج ثاني أكسيد الكربون كناتج من عملية التنفس. وهالشيء راح تستفيد منه طبعا النباتات، وفي اللي هي إعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون وإنتاج الأكسجين كمصدر أساسي. هناك العديد من المصادر ثاني أكسيد الكربون غير اللي هو مصدر الطبيعي. وثاني أكسيد الكربون غاز لا لون له ورائحته خفيفة وحادة، يعد من الغازات الدفيئة تعمل على حبس درجة الحرارة في الغلاف الجوي مما يؤدي إلى الاحتباس الحراري. يمتص الحرارة ويمنع الإشعاع الحراري الناتج عن الأرض من الهروب إلى الفضاء، وينتج من خلال عملية التنفس وأثناء عملية الاحتراق للبنزين وعمليات التخمر والتحلل. بالإضافة إلى ارتفاع تركيز ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير أو سريع بعد الثورة الصناعية، بسبب اللي هو زيادة استهلاك الطاقة الغير متجددة من البنزين وغيرها من مواد الاحتراق. ويستخدم أيضا ثاني أكسيد الكربون كمبرد في تطفئة الحريق ولتعزيز نمو النباتات وصناعة الأسمدة. هذا ملخص بسيط عن ثاني أكسيد الكربون ومصادره. طبعا نفس ما ذكرنا في البداية أنه هو أحد الغازات الدفيئة ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة عالميا، التغير الجغرافي للأراضي، التغير في المناخ، والتغير في الإمدادات الغذائية كونه يؤثر على تكوين النباتات والمزروعات، وارتفاع منسوب المياه بسبب ذوبان الجليد، والتغيير في النظام الإيكولوجي والبيئي من خلال نفس ما ذكرنا اللي هي التغيرات الحاصلة في البيئة بشكل عام. مثل ما أنتم شايفين في الرسم البياني، عندنا من بداية من 1760 زادت اللي هي نسبة ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير إلى عامنا الحالي بنسبة 280 جزء من المليون بداية من الثورة الصناعية. ولهذا السبب مثل ما احنا نعرف الآثار التي ممكن يخلفها ثاني أكسيد الكربون في البيئة، نفس ما ذكرت لكم قبل شوي، تؤدي إلى كثير من المشاكل، منها نفس ما ذكرنا اللي هي ذوبان الجليد، تأثير على النباتات وأيضا على الكائنات الحية. فإحنا كدورنا كخلفاء للأرض، كأفراد ربي استخلفنا في هذه الأرض إن نعمرها، ونفس ما ذكرت الآية الكريمة في سورة آل عمران، والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه آية صريحة على أنه إحنا محاسبين أنه نتفكر ونحاسب على استهلاكنا اليومي واستهلاكنا لكل أنواع الطاقة المتاحة ونعم الله.
فدورنا حاليا في التخفيف يكون يبدأ من استخدام المنتجات الصديقة للبيئة كالمنتجات الورقية أو الكرتونية بدلا من المنتجات البلاستيكية، استخدام المصادر الطاقة المتجددة كطاقة شمسية على مستوى المصانع وغيرها، كأفراد ممكن اللي هو نستبدل الاستخدام اليومي للسيارات أو إلى اللي هو المترو أو الوسائل الأخرى اللي هي أقل ضررا منها المشي أو الدرجات الهوائية، بالإضافة إلى زيادة الغطاء النباتي أو الزراعة بكل بمختلف أنواعها. ومثل ما احنا نعرف حاليا الشجرة الموجودة في دولة قطر أو أكبر شجرة في دولة قطر تساعد على اللي هو تخزين كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون اللي هي المانجرو، غابات المانجرو في شمال قطر في تقار الذخيرة. أتوقع إذا مش الكل، البعض زارها أو كان في زيارات ميدانية من المدارس لهذه الغابات، وفي حال إن في أحد الطلبة أو في أحد المدارس ما سوت الرحلات، نتمنى منكم يعني كمعلمين ومعلمات يكون دوركم في إن تثقيف الطلبة بهذا النوع من الأنواع الأشجار والمحافظة عليها، وإن حتى في حاليا إحنا في فترة اللي هو التخييم راح يصير في كثير انتشار في هاي المناطق للتخييم، إنه المحافظة على هذه المناطق على أساس إنها ما تندثر ونقدر نحافظ على بيئتنا. طبعا البصمة الكربونية هي عبارة عن قياس مبسط لتأثيرك البيئي على المستوى المحلي والعالمي، يقص كل ما تستهلك من طاقة ماء طعام ووقود، بالإضافة إنه يقيس كل ما ينتج عنك من نفايات كذلك على شكل انبعاثات مياه الصرف والنفايات الصلبة، واللي هي عن طريق اللي هي البصمة الكربونية نقدر نقارن مع المعايير الوطنية والدولية بالنسبة للاستهلاك المحلي والدولي. بالنسبة حاليا راح ننتقل مباشرة للاستبيان، وأتمنى منكم يعني التركيز في هالنقطة في حال إن عندكم أي استفسارات بخصوص اللي هي تفاصيل الاستبيان، أساس إن نقدر نستقبلها منكم إن شاء الله في نهاية العام. طبعا في البداية حابة أشكر كل شركائنا اللي دعمونا في هذا المشروع، منهم وزارة التربية والتعليم، اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة، وزارة الصحة العامة، اليونسكو، بالإضافة إلى اللجنة العليا للمشاريع والأرث والمدن الصحية أو الهيلث سيتي. بداية بالنسبة لاستبيان البصمة الكربونية، هو راح يكون مجهول الهوية وتطوعي بشكل تطوعي مش إجباري، ما راح يكون في أي علم بهوية المشترك، راح يكون يستهدف الطلاب فوق سن 12 سنة، وراح يكون استبيان واحد لكل أسرة، بالإضافة إن مطلوب من توجيهكم أنتم كمعلمين توجيه الطلبة اللي هو كيفية حل الاستبيان وجمع البيانات بكل دقة وشفافية. مدة الاستطلاع راح تكون عبارة عن حساب الاستهلاك للأسرة خلال شهر بجمع البيانات، ولكن ما راح تاخذ غير 5 إلى 10 دقائق عشان نعبي هذه المعلومات في الاستبيان. نتطلع في الأساس إلى 1800 إلى 2000 أسرة. إحنا في البداية حابين أول شيء ننبه إن مسألة جمع المعلومات في خلال شهر أكيد ما راح تكون فترة قصيرة، ونحتاج دعمكم أنتم كمعلمين ومعلمات في جميع المراحل، أن يكون إنه في متابعة لجمع المعلومات، ونحتاج 50 طالب من كل مدرسة، وكل ما زاد العدد كل ما كان أفضل، وراح يكون إن شاء الله بالنسبة للمدارس اللي راح تتفوق 100 طالب راح يكون في جائزة لأفضل مدرسة أو أكبر عدد من المشاركين، بالإضافة إلى أفضل مدرس من ناحية المتابعة ودقة المعلومات. أنتم كمعلمين أدرى أن إذا كانت المعلومات دقيقة أو كان فيها أي تلاعب، فيعني نتمنى منكم التعاون معنا عشان يكون إن شاء الله على المستوى
الدولة يكون فعلا دراسة دقيقة وتفيد إن شاء الله في وضع السياسات اللازمة والسياسات اللي تدعم اللي هي رؤية 2030 اللي هي تسعى لها إن شاء الله قطر وجميع دول الخليج وبرعاية سمو الأمير الشيخ تميم. فدوركم كمعلمين أولا اللي هو تشجيع الطلاب للمشاركة وأولياء الأمور كذلك، إنه لازم يكون في دراية لأولياء الأمور المشاركين إنه عن طريقة كيفية الجمع، يكون في إنه جدية في جمع المعلومات، تكون دقيقة، ونفس ما ذكرت راح يكون بكل سرية، ما راح يكون بأي بيانات خاصة بأي أسرة. وبالإضافة إلى اللي هو عملية التعلم والنتائج بعد ملء الاستبيان، إنه كيف هم يستفيدوا من إن تقليل الاستهلاك بناء على النتائج اللي راح يتحصلون عليها إن شاء الله، ومتابعة حل الاستبيان وجمع البيانات كل أسبوعين تقريبا على مدار الشهر، على أساس نتأكد إنه ما في أي يعني تغيير أو تلاعب في الأرقام من ناحية الطلبة، يعني في حال إنهم ما أخذوا الاستبيان بشكل يعني جدي. والنقطة الأخيرة، نشجع الطلاب على المشاركة في الورش والعمل، ورش العمل والمعارض الشبابية المستقبلية ذات الصلة، مثل ما نشوف إحنا حاليا في الفترة الأخيرة في كثير من المؤتمرات والمعارض البيئية والتعليمية في دولة قطر على مختلف المستويات. فنتمنى منكم كمعلمين تشجعون الطلاب إنه يحضرون هذه الورش والمعارض، وهذا راح تكون جزء من اللي هي المرحلة الثانية للمشروع بعد اللي هو جمع المعلومات. راح يكون في كمية راح نرصد اللي هو عدد المشاركات في الورش، وراح نقدم لكم احنا ورش طبعا خاصة بالبصمة الكربونية وبالتأثير الكربوني على مستوى الدولة وعلى المستوى الدولي. في المرحلة الثالثة إن شاء الله راح يتم اختيار أفضل طالب أو أفضل مدرسة لتمثيل اللي هو النتائج على مستوى المحلي، ومن ثم المستوى الدولي إن أمكن، على أساس يكون إن شاء الله في جائزة لأفضل مدرسة وأفضل طالب في كيفية إنه استفادوا من هذه المشروع ومن جمع البيانات، وكيف تم التقليل من الاستهلاك اليومي فكل اللي راح احتاجه حاليا عشان ما اطول عليكم، انه هاتف ذكي لكل، طبعا تقريبا كل الطلبة عندهم هاتف ذكي اذا ما كان مع احد افراد الاسرة من اولياء الامور، فواتير كهرباء، فواتير الجمعية، بالاضافة الى جهاز قياس الوزن أو الميزان. فهالأشياء الأربعة اللي راح نحتاجها في الأساس على أساس نجمع المعلومات. أجزاء الاستبيان هي 4 أجزاء، فيها الجزء الأول ديموغرافية المجتمع، الثاني اللي هو وسائل النقل المحلية والدولية، الطاقة والماء، والمخلفات الناتجة. بالنسبة للجزء الأول، تحديد نوع السكن، إذا كان طبيعة السكن بالنسبة لقياس مساحة السكن بشكل تقديري، الدخل الشهري التقريبي للأسرة بالنسبة للبلدية التي ينتمي إليها الطالب أو ينتمي إليها السكن، المستوى التعليمي لأفراد الأسرة، وفي الأخير اللي هو تكوين أفراد الأسرة اللي هو العدد الكلي لأفراد الأسرة. النقطة الثانية اللي راح تكون هي وسائل النقل المحلية، بالنسبة لعدد السيارات في المنزل، كمية الوقود المستخدمة لكل سيارة، استمارة السيارة مما اللي فيها بيانات السيارة بشكل عام لكل سيارة في المنزل، وعدد الكيلومترات التي قطعتها كل سيارة في الشهر. وهذه نحتاج فيها طبعا، هالنقطة بالذات نحتاج فيها أولياء الأمور يكونون على يعني متعاونين معانا، ويكون على دراية بأهمية هذا المشروع على المستوى المحلي والدولي. النقطة اللي بعدها من اللي هي وسائل النقل الدولية، اللي هي عدد السفرات الجوية، الدول أو المدن التي تم السفر إليها، عدد الأشخاص أو المسافرين، ودرجة السفر إن كانت درجة سياحية أو درجة عمل.
الجزء الثاني من الاستبيان راح يكون خاص بالطاقة والماء، راح يكون عن طريق اللي هو فواتير كهرباء، طبعا اللي هي اللوحة الحمراء اللي هي خاصة برقم كهرباء خاص في البيت، واستهلاك الوقود في الطهي. طبعا طريقة اللي هو جمع المعلومات بالنسبة للكهرباء والماء، في عندنا أبليكيشن كهرباء يوفر لكم بشكل مبسط كل النتائج الخاصة خلال الشهر اللي راح يتم فيه تعبئة الاستبيان، مجرد ما إنه يدخل برقم الرقم الشخصي الخاص بصاحب المنزل أو العقار بالنسبة للمواطنين أو بالنسبة للمقيمين عن طريق اللي هو بس استخدام الرقم الشخصي الخاص بصاحب السكن، وتقدرون بشكل مبسط مجرد ما تدخلون بالرقم الشخصي تطلع لكم كل بيانات الاستهلاك الماء والكهرباء الخاصة بالسكن خلال الشهر المحدد، إن كان شهر 12 بما أن إحنا راح نكون بداية المشروع عندنا من 15/11، بس نظرا أنه ممكن راح يكون في فترة امتحانات ممكن يتم تأجيل فترة اللي هو جمع البيانات لا ما بعد الامتحانات، ممكن لبداية نصف ديسمبر أو بداية شهر 1، لأنه متاح عندنا اللي هو الاستبيان لحد 1 مارس. بس في هذه الفترة ممكن اللي هو تستغلون تشرحون للطلبة وأولياء الأمور عن المشروع أساس نقدر نحصد العدد المهتم من الطلبة وأولياء الأمور في المشروع. النقطة الثانية اللي هي المخلفات الناتجة، تشمل المخلفات الورقية، المخلفات العضوية، المخلفات البلاستيكية، والمخلفات الأخرى اللي هي الإلكترونية وغيرها. في البداية إحنا نحتاج يصير في فصل للمخلفات خلال هذه الفترة، يكون في المخلفات البلاستيكية معزولة عن المخلفات الإلكترونية الورقية والعضوية، بالإضافة إلى الميزان اللي ذكرناه في بداية العرض أساس نوزن فيها المخلفات بشكل يومي خلال الشهر. النتائج راح تظهر عندكم مثل ما أنتم شايفين في الصورة بالنسبة للشهر، كيف إنك تم استهلاك الكربون مقابل اللي هو وسيلة التواصل أو النقل، في حالة مثلا الطيران عندك ينحسب لك بالكيلوغرام من استهلاك ثاني أكسيد الكربون، والسيارات نفس الشيء بالنسبة لاستهلاك الكهرباء والماء، كمان راح يظهر لكم تحت كل نوع من أنواع المخلفات أو الاستهلاك المقابل من الاستهلاك الكربوني أو الوصمة الكربونية اللي يولدها كل منزل أو كل شخص من خلال هذا الاستبيان. وبهالطريقة نقدر نقارن اللي هو الاستهلاك الفرد أو استهلاك الأسرة مقارنة مع المجتمع المحلي أو دولة قطر بشكل عام، فأنت نهاية الاستبيان راح يكون عندك صورة واضحة من استهلاك أسرتك مقارنة مع الأسر الأخرى اللي هي بنفس المستوى من ناحية عدد أفراد الأسرة، الاستهلاك الشخصي أو الاستهلاك لكل المخلفات اللي ذكرناها. مثل ما أنتم شايفين راح يبين عندكم إذا أنتم استهلاككم في المستوى الطبيعي أو أقل أو أكثر مقارنة ب اللي هو استهلاك المجتمع بشكل عام. وبعتذر على الإطالة، شكرا لحسن استماعكم وتفاعلكم، وإذا في أي أسئلة أتمنى مشاركتها معي على أساس أقدر إن شاء الله أوضح لكم كل النقاط. يس طه، السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافيه دكتوره. الله يعافيك، تفضل. يعطيك العافيه، يعني الموضوع جدا مهم، واحنا نعرف ايش تبعات ازدياد او ارتفاع نسبه ثاني اكسيد الكربون على البيئه، وهي خطيره جدا، واحنا اللي بنعمل حمايتنا وحمايه ابنائنا وحمايه البيئه اللي احنا بنعيش فيها. بعد كانت الامور واضحه جدا الحمد لله في شرحك، صح مختصر وسريع جدا لكن الامور واضحه جدا، موضوع مهم. وانا يعني من مدرسه الدوحه الثانويه بشكركم على يعني تناول هذا الموضوع، بس اذا كان في مجال، اذا كان في دليل او
اشياء يعني تساعدنا بشكل اكبر. مثلا العرض اللي حضرتك عملتيه انا اخذت سكرين شوت بعد اذنك، بس على اساس نرجع نراجع ايش المعلومات اللي كانت موجوده، بس اذا كان في زي هيك موجهات للعمل بس بعد اذنك. يعني انتوا حابين نسخه من ال أبعد أي موجهات للعمل شغلة، لأنه جديد إحنا بنشتغل في هذا المشروع. إحنا جذبنا موضوع الموضوع يعني اللي هو قياس البصمة الكربونية المنزلية، وحبينا أن نشارك معك اليوم مدرسة الدوحة الثانوية. فالله يعطيك ألف عافية. إذا في أي شيء نستفيد منه بزيادة يعني للاستفاضة. شكرا هو حضرتك عفوا المقاطعه، يعني هو لو يكون افضل لينا لو حضرتك ترسل لنا الملف او العرض التقديمي الخاص بالعرض اليوم هنستفيد بيه جدا في الاجراءات اللي المفروض نعملها، فهل في امكانيه لده ولا غير متاح؟ مرافي يور ميوت، مرافي يور ميوت، يور ميوتد. تمام. بالنسبة للعرض التقديمي إن شاء الله راح يتم له مشاركة عن طريق الإيميل للكل على أساس يكون الصورة واضحة بالنسبة لكم، تقدرون بكل سهولة إن شاء الله توصلوا المعلومة للطلبة ولأولياء الأمور بإذن الله، ما في أي إشكال. بعد إذنك ممكن لينك الاستبيان؟ ممكن لينك الاستبيان نفسه؟ تمام. بالنسبة لل هالنقطة يمكن غابت في هذا العرض، هو راح يكون متاح عن طريق الابلكيشن، في ابلكيشن في الابل ستور وفي جوجل ستور بالنسبة للاندرويد، وفي تطبيق خاص بالمنظمة حركة الشباب العربي AYCM راح يتم اللي هو اعطائكم اللينك عن طريق الايميل، وفي البرزنتيشن وفي اللي هو حتى فيديو تعليمي يوضح طريقة الاستخدام أو طريقة جمع المعلومات، يعني حتى بالنسبة للطلبة يمكن الفيديو يكون ملخص أو أسرع في تلقي المعلومة، راح يكون في فيديو في الابليكيشن متاح، بالإضافة إلى أن راح يكون في الموقع الرئيسي متاح في كل التفاصيل بإذن الله. مرافي، if you want on the website, if they wanted to see it, you can explain them. Yeah. نفس ما ذكر الدكتور سعيد اللي هو الدايركتور أو المنسق للمشروع، اللي هو الاستبيان متوفر في موقع الـ AYCM، الحين راح يعرضها لكم، موجود كل تفاصيل وفي الفيديو في نفس الوقت نفس ما هو معروض على الشاشة، في فيديو ملخص على كل الخطوات الاستبيان وكيف ممكن يتم تعبئته. أتمنى الحين يعني الصورة شوية تكون واضحة بالنسبة لكم. عفوا حضرتك حددتي الرابط هيكون من خلال إيه؟ رابط الاستبيان؟ الاستبيان راح يكون متاح عن طريق يعني إما تطبيق ينزل على الجوال اللي هو أسهل للطلبة والأهالي على أساس يقدرون يعبونه بشكل يومي. راح يكون في تطبيق اوريدي موجود في الابل ستور وفي جوجل ستور للاندرويد والابل. بالنسبه للموقع بيكون في كمان الموقع الالكتروني نفس ما عرض الدكتور سعيد، في فيديو توضيحي كيف يتم تعبئه الاستبيان بالاضافه للاستبيان نفسه، فممكن ان يتم تعبئه عن طريق اللابتوب او عن طريق التطبيق متاح. طيب بالطريقة رابط التطبيق حضرتك مع رابط الاستبيان، رابط موقع الاستبيان. ايوه هذا ان شاء الله راح يتم ارساله ان شاء الله على الاسبوع الجاي لكل المعلمين، الرابط للاستبيان وللابلكيشن بالاضافه للبرزنتيشن على اساس تبدون ان شاء الله تشرحونه، لان خلال ان شاء الله هالاسبوع احنا قاعد نسوي ورش من الاحد للخميس لكل المدارس حسب اختياركم يعني من الاوقات، ان شاء الله على نهايه الاسبوع راح يتم مشاركه كل التفاصيل باذن الله. ممكن اسم الموقع مره اخرى لو سمحتي، اسم الموقع مره اخرى. الموقع اللي هو حركة الشباب العربي المناخ أو AYCM. اللي هو قطر آخر شيء، يعني AYCM قطر. راح يطلع لكم دايركت في جوجل الموقع. بالنسبة للأبليكيشن راح يتم إرسال الرابط للكل عن طريق الإيميل بإذن الله. طبعا حضرتك معلش عفوا، بالنسبه لمشاركتنا في البرنامج حاليا دلوقتي او حتى حضورنا للورش الخاصه بيه،
هل بيكون في اي وثيقه عن المقارنه او نقدر شهاده مشاركه او وثيقه؟ تمام. انا ذكرت في اتوقع بدايه البرزنتيشن راح يكون في شهاده خاصه للطلبه المشاركين وللمدرسين لكل المعلمين، لان انت دوركم الاساسي نهايه، لو ما انتم ما راح نقدر نوصل للطلبه وما راح نقدر اللي هو نحقق اللي هو النتيجه المرجوه، فانتم الاساس في النهايه. اكيد راح يكون في شهاده تقديريه لمشاركتكم ولوقتكم معنا، بالاضافه لشهاده لافضل معلم من ناحيه عدد الطلبه اللي راح يقدر يدخلهم في المشروع. اهم شيء انه المشاركه تكون بشكل تطوعي على اساس يكون الطالب مستمر في تعبئه البيانات بكل شفافيه، ويكون في متابعه من قبلكم على اساس نتاكد انه البيانات صحيحه وسليمه. حضرتك بالنسبه للمرحله الابتدائيه، حضرتك انا شفت في الاستبيان ان الطلاب بيشاركوا لحد فوق سن 12. هل المرحله الابتدائيه كده، هل انا مدرستي انا من اصحابي في مسجد الاعوام وبالتالي مدرستي صف خامس الطلاب جائزه ولا لا جائزه؟ بالنسبه كمعلمين اللي راح يستمروا ان شاء الله معنا على المدارس ثلاث مراحل، لان المراحل نفس ما ذكرت لكم، المرحله الاولى الاستبيان، المرحله الثانيه راح يكون توفير الورش، والمرحله الثالثه اللي هو عرض هذه النتائج على المستوى المحلي من المدارس للمجتمع بشكل عام الدولي والمحلي. فبالنسبه اللي هو سن ما اقل من 12 سنه، هم يمكن ما يقدروا يشاركوا لانه ما يكون عندهم الوعي الكافي بالنسبه لتعبئه البيانات بكل دقه، ولكن ممكن اللي هو كمعلمين انتم راح يكون دوركم في توعيتهم في كيفيه الاستهلاك الرشد. راح يكون في شهاده للكل بالنسبه للحضور، ولكن بالنسبه مشاركتهم في الاستبيان حاليا احنا نستهدف سن 12 سنه فما فوق، على اساس لان هالفئه العمريه بتكون اكثر وعي باهميه المشروع وتقدر يتابع جمع البيانات بشكل شخصي، يعني لان احنا يهمنا في النهايه مشاركه الطالب بحد ذاته، يعني مش فقط الاهالي. يعني ممكن انت كمعلم فعلا توصل المعلومه للاهالي واهالي يقوموا بالبيانات، بس احنا نبي مشاركه الطلبه على اساس يكون عندهم وعي باستهلاكهم اليومي كيف انه ممكن هالشيء ياثر عليهم في المستقبل. السلام عليكم. بستأذن حضرتك لو في فيديو مثلا بيعرض لشخص بيسجل الداتا دي وبياخدها كولكتنج داتا نفسها بيطبق الاستبيان، هتوصل المعلومه بسرعه، يعني مثلا تطبيق عملي لها. كيف في فيديو؟ ايوه الفيديو جميل. متاح، الفيديو متاح على نفس ما قلت لكم على الموقع الالكتروني وعلى التطبيق. يعني مجرد ما تنزل التطبيق الصفحة الأولى راح تلاقي الفيديو اللي هو الفيديو التوضيحي كيف يتم جمع المعلومات، وفي كمان على الموقع الإلكتروني. شكرا لحضرتك، يعطيك العافية. السلام ست مرافي. السلام عليكم. لو سمحتي راح يكون في مخطط زمني، راح تبعثونا مخطط زمني متى بدأ في المشروع، متى نهايته، إيش مراحله؟ بالضبط، هو المخطط الزمني راح يكون نفس ما قلنا، بدايه من 15/11 راح يبدا دوركم انه في توعيه الطلبه وشرح لهم اللي هو طبيعه المشروع وكيف راح يتم يكون دورهم في المشروع. بالنسبه لاخر فتره لتعبئه الاستبيان لحد 1 مارس، على اساس يكون عندهم حريه اختيار الفتره المناسبه، لانه نعرف اللي هو فتره الامتحانات ممكن تعيق اللي هو جمع الاستبيان، فممكن الفترة هذه لحد انتهاء فترة الامتحانات يكون في ورش لأولياء الأمور اللي حابين يشاركون والطلبة. بعد فترة الامتحانات ممكن إن شاء الله على شهر 1 أو نهاية شهر 12 يتم اللي هو بدء تعبئة الاستبيان اللي هي لمدة شهر. فإحنا عندكم حرية إنه من شهر 1 لشهر 3 يتم التعبئة. شكراً. لا. مرافق الله يعطيك العافية، اللي خلص بيقدر يغادر؟ أيوة أكيد أكيد، ما في أي إشكالية. في أي سؤال أي استفسار ثاني نقدر أوضح لكم إياه؟ الله يعطيكم ألف عافية.